سيدنا ولا تحموشي إلا ما شوفوا يا الوشيلة. مقتل فتاة مغربية جميلة من طرف زوجها الليبي في طريق المطار ما بين طرابلس ومطار الدولي، والسبب أنها أرادت الرجوع إلى وطنها وزيارة عائلتها، لأنها لم تزر عائلتها لمدة 11 سنة، وعائلتها في الدار البيضاء تطالب السلطات المغربية بالتدخل والسلطات الليبية بإرجاع جثمانها إلى وطنها الأم. أنا غنهضر معكم دابا باللغة المغربية. أنا كنعرف بنات مغربيات متزوجين باكستان، كنعرف مغربيات متزوجين بالهنود. مؤخرا كنت في مصر، مغربية نقزت من الشرجم من الدور الرابع وماتت بسبب معاملة ديال الزوج ديالها. وراكم زيغات، ما مخلي لا هندي لا مصري لا سعودي. البنات عقلوا شوية، عقلوا، ديروا عقولكم. راه تبقي بلا زواج ولا تزوجي شي واحد براني من غير ولد بلادك. تحياتي لكم. شرطي ايطالي لديه ديون كثيرة وفكر في استعمال زوجته في الدعارة في الشبكة العنكبوتية، ومن 2017 وهو يتاجر بها، وفي هذه الشهور رفعت عليه دعوى قضائية لكي يقوم بتعويضها بمبلغ خيالي. وبهذه المناسبة نصيحتي لفتياتنا اللواتي ينتمين إلى الدول العربية وهن يمارسن الدعارة في الإنترنت في إيطاليا، أريد أن أقول لك قيمتك لا تتعدى 50 يورو، جمالك وكرامتك وجسمك كله لا يساوي 50 يورو. قانون جديد في إيطاليا دخل حيز التنفيذ بما يخص طالب اللجوء في إيطاليا. يتعين على كل شخص دخل إلى إيطاليا عن طريق الهجرة الغير شرعية عليه دفع مبلغ 4938 يورو لكي يتجنب حبسه في مراكز اللجوء أو إعادته إلى وطنه. وأعتقد هذا القانون صارم جدا في حق طالبي اللجوء الإنساني. الطلاق رحمة. علاش رب العالمين حلل الطلاق؟ لأن الطلاق يحد بين المشاكل الزوجية. من مورا المهم سمعنا الغواز، أنا تيتحبني واش مع أخوها الصغير. حتى جات واحد البنت قالت لك أودي راه أخوها الصغير راه ما كاينش، راه مشقرة. هي ورجلها. راه هي ورجلها. البارحة في مدينة أزرو المغربية، زوج عمل لمراته كيما كيتعمل الحولي وهي حاملها في شهرها السابع. ماشي هذا هو الحل. الحل هو أنك تطلقها وانت تعيش حياتك وهي تعيش حياتها. ما عمرك تربط المصير ديالك بشخص معين. ديروا كيما كيدير واحد صاحبي كنعرفو، كيسمح لهم في كل شيء وكيخليهم، يسمح لهم في الاولاد، يسمح لهم في الدار وكيخليهم، الله يربحهم. حكومة جورجا ميلوني تخصص 10 مليار يورو لمكافحة الفقر والغلاء في إيطاليا، وفي 2024 سوف يضيفون 100 يورو زيادة على المرتبات لعشرة مليون عامل في إيطاليا الذين لا يتعدى دخلهم السنوي 35 ألف يورو.